اغتيال المشعل تم في مثلث الموت لسوريا والبكك وتركيا. مرت 11 عاماً على اغتيال الشخصية الوطنية الكردستانية وصاحب القيم ومبادئ الكردياتي مشعل تمو، والذي اقتل في 7 من تشرين الثاني عام 2011 في قمشلو. اغتيال مشعل تمو لم تكن جريمة قتل عادية، بل كانت حلقة هامة ضمن المؤامرة الإقليمية للجبهة المعادية للكرد في الشرق الأوسط، تلك الجبهة التي ما زالت قائمة على إنكار الكرد وكردستان. مشعل تمو شخصية كاريزمية في مواقفه ونضاله، لعب دورا بارزا وهاما في المسيرة التحررية لكردستان سوريا. من أسماء خصائص الكاريزمية تنظيم شبيبة واستقطابه بكردستان سوريا. هذه الشخصية الريادية والمستقطبة كانت سبب الرئيس وراء اغتياله، كما ساهم نضاله الدؤوب من أجل قضيته الكردية العادلة في إدراجه ضمن قائمة المستهدفين الرئيسيين للدولة السورية منذ 88، فأقيل من وظيفته ومنع من مزاولة أي مهنة رسمية. في الجانب الآخر، هددت بكك مشعل تمو عام 95 في قامشلو بالقتل بحجة أن تمو كان إصلاحيا، وأن أمثال هؤلاء لا يطالبون بكردستان مستقلة، وإنما يطالبون بحكم ذاتي، وأنهم عقبة أمام تأسيس كردستان الكبرى. حاربت البكك تمو وهددته بالقتل، فيا ترى من هو مشعل تمو الذي هددته كل من البكك والدولة السورية؟ ولد المناضل مشعل تمو عام 57 في قرية الجنازة التابعة لدير بيسيا عام 72، أصبح عضوا لحزب الاتحاد الشعبي الكردي المحظور. تخرج من كلية هندسة الزراعة بحلب عام 80. عام 88 فصل من وظيفته في ميدلية الزراعة بقامشلو بسبب نضاله السياسي. لم ينأى تمو عن مسيرته النضالية، وأدام نضاله السياسي في قامشلو وسط الأوساط المثقفة، وبالأخص بعد التطورات التي شهدتها الساحة الكردستانية في إقليم كردستان عام 91. عزز تمو من علاقاته مع إقليم كردستان، وتوقع أن تلقي هذه التطورات بظلالها على الساحة السورية برمتها. وفي وقت كهذا وبالتحديد عام 96، واجهت البكك تهديدا آخر لتمو بالقتل. عمل تمو بين قيادة حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا المحظور لأكثر من 20 عاما، وعندما أحس بانصهار الكرد في بوتقة سوريا قرر رفع وتيرة نضاله السياسي والثقافي، وشارك في المؤسسات المدنية المناوئة لنظام الأسد. في كانون 2000 أسس أكاديمية جلادة بدرخان للغة والأدب الكردي، ونشر من خلالها العديد من القصص الأدبية والمقالات السياسية. عام 2005 جدد تمو نضاله السياسي بتأسيس تيار المستقبل الكردي في سوريا، ما أثار حفيظة البكك لتقوم باتهامه ورفقه في الحركة الجديدة بالخيانة. عام 2008 اعتقل تمو على الطريق بين حلب وكوباني من قبل أزلام النظام، تعرض لصنوف التعذيب في سجون دمشق، وقال كلمته الشهيرة أمام القضاء: تتهمون كل من يطالب بالديمقراطية في سوريا بالعمالة والتجسس. فحكمت المحكمة عليه بالسجن ل3 أعوام ونصف، ومن سجنه دعا حزبه للانخراط في انتفاضة الشعوب وثورتها في سوريا، ولم يفرج عنه إلا لغاية 2011 بعفو عام لتخفيف وطأة حركة الاحتجاجات الشعبية العنيفة، وبالأخص في مدن كردستان سوريا. بعد الإفراج عنه قاد تمو الانتفاضة الشعبية وانخرط في صفوف المعارضة السورية. تعرض تمو لعملية اغتيال فاشلة عام 2011 قبل أن يغتاله 4 مسلحون في 7 من تشرين الأول نفس العام. شارك عشرات الآلاف في تشييع جثمانه الطاهر. تعرض موكب تشييعي لإطلاق نار من قبل السلطات السورية، ما أسفل عن سقوط العشرات جرحى. التزمت البكك الصمت حيال الاحتجاجات المناددة باغتيال تمو وسط مشاركة دولية محدودة، ولكن الموقف تجاه تمو لكل من البكك والنظام السوري كان موقفا واحدا، فكلاهما كان ينظران لتمو بنظرة العدو المشترك. البكك والتي تمركزت في سوريا ولبنان منذ عام 80 أعلنت هذا الواقع عام 86 للعلن وفي أعلى مستوياته، حينما صرح شقيق حافظ الأسد جميل الأسد بأنهم سيسمحون لتنظيمات البكك وقاداتها بالعمل والنضال للحول دون توجه الشباب الكردي في سوريا نحو أي حركات أخرى. وكان أساس هذه المعاهدة تجريد كردستان سوريا من كردستانيتها، وإنكار هذا الجزء من كردستان في حدود الدولة السورية، وعدم سماح للشباب للانخراط في صفوف تنظيمات مثل الأنصار والتي تطالب باستقلال كردستان سوريا. وفي
في الوقت نفسه ألا يسمح بأي معارضة للأسد هناك. وفقت الباكيك على هذه الشروط، وهي ما زالت ملتزمة بالعهد الذي قطعته على نفسها أمام الأسد، ولم تعترف لغاية اليوم بوجود جزء من كردستان في سوريا، ولم تسميه باسمه. وفي التسعينيات القرن الماضي كانوا يقولون لشبيبة كردستان سوريا توجهوا نحو الوطن في إشارة إلى كردستان تركيا. فوفق معاهدة الباكيك الأسد أن غربية كردستان ليس جزءا من كردستان، وهي ما زالت تسمي هذا الجزء من كردستان بشمال وشرق سوريا. ألقى الوضع المستحدث في إقليم كردستان بعد عام 92 من تأسيس البرلمان وتشكيل الحكومة بظلاله على كردستان سوريا. لم تغب العلاقات السياسية والثقافية بين الإقليم وكردستان سوريا يوما ما. توجهت أنظار الشعب نحو الإقليم لما شهده من تطور وازدهار، فأقيمت تجمعات في كبرى المدن. وقف النظام السوري في وجه نسيم الحرية من اجتياز الحدود والعبور لكردستان سوريا. فقدم النظام دعما لا محدودا للباكيك في محاربة ثورة الإقليم، فمددها بالسلاح كما جعلتها تتموضع على الخط النهر الفاصل بين الإقليم وسوريا على ضفاف دجلة. في مدن كردستان سوريا صعدت الباكيك من وتيرة عداوتها وهجماتها ضد الأحزاب الكردية الداعمة لإقليم كردستان، فاغتالت الشخصيات الوطنية السياسية في مدن عمودة والقامشلو. آنذاك بررت الباكيك عداوتها لتلك الأحزاب والحركات بأنها لا تناضل من أجل استقلال كردستان، واليوم غيرت موقفها 180 درجة، حيث تتهمها بمحاولة المساس بوحدة الأراضي السورية وتقسيمها، وأنها تطالب بكردستان المستقلة، وأنها تدعو لتأسيس إسرائيل ثانية. ولهذا تعاد المعارضة الكردية في كردستان سوريا، وكان لأمثال مشعل تمو نصيبهم من هذه التهديدات الشفهية. باختصار، أصبحت الباكيك أداة للقضاء على المعارضة الكردية السورية وتحقيق مصالح النظام. فما يتعرض له المجلس الوطني الكردي في سوريا ومكوناته اليوم من هجمات واعتداءات ليس نتاج اليوم، بل له جذور تاريخية تعود لنهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. فقضت الدولة السورية على كبار الشخصيات الكردستانية الوطنية المخلصة، وأورثت الباكيك مسيرتهم الوطنية. تم تنفيذ هذا المشروع التخريبي في كردستان سوريا من قبل الباكيك ونظام الأسد على حد سواء. قبل شهر من اغتيال مشعل تمو كان قد اتهم بالخيانة من قبل الباكيك، فقد صرح صالح مسلم خلال حوار له مع وكالة فرات للأنباء عام 11 أنه تم تشكيل هيئة مكونة من 94 شخصية من أجل حل الدولة السورية وتقسيمها، وذكر أن من بينهم خونة كرد أيضا. فمسلم عد تمو رائدا لجبهة الخونة المدعومين من الغرب. وكذلك بعد اغتيال تمو ظهر مسلم في تصريح صحفي موجها أصابع الاتهام للدولة التركية ومبرئا ساحة النظام في محاولة منه للتستر على قتلة مشعل تمو. ومما لا شك فيه أن مشعل تمو أصبح ضحية مؤامرة مشتركة للباكيك والدولة السورية، فالقاتل هما هذان الطرفان لا غير. فلو أردتم البحث عن الحقيقة فهي باختصار أن وجود القادة الوطنيين أمثال مشعل تمو وبازات دوسن الذين اغتيلا على يد الباكيك، فوجودهم على الساحة السياسية في كردستان سوريا طمس أي اعتبار أو دور قيادي لأمثال صالح مسلم، فاغتيلا القادة الحقيقيين. وتمت صناعة أمثال صالح مسلم من قبل النظام والباكيك ليعوض هؤلاء القادة الوطنيين وينوب عنهم في التحكم بزمام الأمور. فعند متابعة بعد عموم الأحداث يتضح أن الدولة سوريا والباكيك شاركان في اغتيال مشعل تمو، وأن الطرفين تحالفا من أجل القضاء على الأحزاب والرموز الوطنية من أجل بقاء نظام الأسد، وأن هذين شريكين الباكيك والنظام الأسد ارتكبا سلسلة طويلة من الجرائم والاغتيالات. ألقت التطورات المستحدثة بعد اغتيال تمو بظلالها على الأوضاع، ولم يتم الحفاظ على مواقفه السياسية لا من جانب عائلته ولا من جانب الحركة السياسية قائمة هناك. ضاعت مسيرته ومواقفه السياسية بين المعارضة التركية والسورية، وأصبحت فارغة بلا معنى، وبات ينظر إليه فقط كرمز وطني.
والحق أن تامو لم يناضل ضد النظام السوري فحسب، بل كان نبراسا ومشعلا لنشر الثقافة وتنظيم البيت الكردي، فهو من وضع اللبنة الأولى للواقع الكردي بين المعارضة السورية. انهار خط مشعل تامو المبدئي والكردستاني ورأى الزيف والخداع الممنهج للدولة التركية. مشعل تامو كان مثقفا كرديا وزعما سياسيا ورائدا ثوريا ينبغي الحفاظ على مسيرته وخطه الوطني والقومي. تعرضت شخصيته الوطنية ومسيرته السياسية لهجمات مثلث البكك وسوريا وتركيا، وارتكب هذا الجرم السياسي في هذا المثلث المظلم